فاجأت الفنانة نيلي كريم جمهورها ومحبيها بعد تصريحها الأخير لصحيفة الوطن بإعلان خطوبتها من لاعب الاسكواش هشام عاشور شقيق اللاعب رامي عاشور وصرحت وقالت إن الزفاف هيكون قريب إن شاء الله ولكن من غير حفل زفاف وهيقتصر الحفل على عقد القران فقط ويذكر إن الفنانة نيلي كريم من مواليد 1974 واللاعب هشام عاشور مواليد 1982 يعني الفرق بينهم 8 سنوات هشام عاشور اتصنف رقم 11 عالميا سنة 2012 في الاسكواش اعتزل اللعب سنة 2014 انشأ أكاديمية في الولايات المتحدة لتعليم الاسكواش حصل على ورش تمثيل في هوليود وبيقدم سكتشات كوميدي بكذا لغة الزواج الأول في حياتني اللي كريم وهي في عمر 16 سنة كان بدون علم والدتها أسمر عن ولدين هما كريم ويوسف والزواج التاني من خبير التغذية هاني أبو النجا استمر ال 11 عام واسفر عن بنتين هما سيليا وكندا ويذكر ان الفنانه نيلي كريم اتخطبت لرجل الاعمال عمر اسلام وانفصلت من شهور وعن اخر عمل للفنانه نيلي كريم مسلسل ضد الكسر في الموسم الرمضاني اللي فات وذكرت الفنانه نيلي كريم ان الزفاف هيكون اغسطس الجاري